بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة المسك للتكييف والتبريد ترحب بكم وتقدم لكم هذا الفيديو التوضيحي لمبدأ عمل مكيفات الانفيرتر من شركة مايديا العالمية. مبدأ وفوائد تكنولوجيا الانفيرتر هو عبارة عن نظام تحكم إلكتروني في أجهزة تكييف الهواء. يتكون هذا النظام من المقوم والمحول والمكثف ووحدة إدارة الطاقة الذكية، بحيث يتم تحويل تيار الكهرباء المتناوب إلى تيار مستمر بعد المرور بالمقوم. سيصبح تيار المستمر أكثر استقرارا وأكثر سلاسة بعد المرور بالمحول والمكثف. سيتم تحويل التيار المستمر المستقر إلى موجة جيبية 180 درجة من التيار المتناوب مع تردد قابل للتعديل بعد المرور بوحدة إدارة الطاقة الذكية. هذا يوصلنا إلى إمكانية التحكم بأداء الضغط. أهم مزايا نظام الإنفيرتر: تمتاز مكيفات الإنفيرتر عن المكيفات العادية بخمس مزايا هامة: أداء مريح، أداء مستقر، سرعة في التبريد والتسخين، وذلك من خلال التحكم في تردد تشغيل الضغطات، الحفاظ على استقرار درجة حرارة التشغيل مع التقليل من ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة المزعج، مما يحسن الشعور بالراحة لدى المستخدم. تستطيع مكيفات الانفيرتر الموفرة للطاقة التحكم بأدائها بدقة عالية لتجنب التشغيل وإيقاف التشغيل المتكرر. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضغطات الانفيرتر تقوم بتخفيض أدائها عند الاقتراب من درجة الحرارة المطلوبة، وهذا يؤدي إلى زيادة كفاءة الطاقة والعمر لفترة حياة أطول. نطاق تشغيل واسع: تتميز مكيفات الانفيرتر بنطاق تشغيل واسع ضمن درجات حرارة من سالب 15 إلى زائد 50 سلسيوس. قوة إذابة الثلج: من خلال زيادة أداء الضغطات يمكن تحقيق إذابة الثلج المتشكل على الوحدة الخارجية بشكل أسرع. السلامة: عند بدء الإقلاع فإن التيار الكهربائي في مكيفات الانفيرتر يكون أعلى بمرة ونصف فقط من تيار التشغيل، بينما تيار الإقلاع يساوي 5 إلى 6 أضعاف من تيار التشغيل في الأنظمة العادية. التقنيات المتطورة الأخرى: تقنية التحكم باستخدام الموجة الجيبية 180 درجة. تعتمد مكيفات ميديا نوع انفيرتر تكنولوجيا الموجة الجيبية المتطورة 180 درجة، بحيث تؤدي إلى توفير من استهلاك الطاقة، التقليل من الضجيج، التشغيل بمدى أوسع، التشغيل عالي الوثوقية. تطبق الموجة الجيبية الأكثر سلاسة تأثيرا أقل على جميع مكونات المكيف. تحسين معامل القدرة: تستطيع هذه التكنولوجيا زيادة جهد نقل التيار المستمر إلى 380 فولت وتحسين معامل كفاءة تحويل الطاقة إلى 99%. 3D DC Inverter: هذا يعني أن المحركات الداخلية والخارجية ومحركات الضغطات تعمل على التيار المستمر، مما يؤدي إلى ضجيج أقل وراحة أكثر وكفاءة طاقة أعلى. بالمقارنة مع محركات التيار المتناوب يمكن تحسين كفاءة محركات التيار المستمر لتصل إلى 40%. تظهر فائدة الضغطات مزدوجة الدوران عند التشغيل بسرعات عالية لتحقيق توازن مستقر من خلال استخدام 2 من الحلقات الدورانية في وضع أفقي متعاكس، وبالتالي يؤدي إلى ضجيج أقل وكفاءة طاقة أعلى وتشغيل أكثر سلاسة. انتقلت شركة ميديا من شراء تكنولوجيا الانفيرتر إلى إتقانها بشكل ذاتي، وكل تفوق ميديا في أنظمة تكييف الهواء كان تفوقا ذاتيا. شكرا للمتابعة، مع تحيات مؤسسة المسك للتكييف والتبريد.